كابتن سعد، بقى خلينا نخرج من الماضي شويه، تعالى الحاضر الان. سيراميكا وخطوه بعتقد انها كانت موفقه بالنسبه لك، اداره محترمه جدا، ناس انا بحس بالتقدير. ممكن تكون ما بتلعبش احيانا، بتلعب احيانا، لكن احساسي كده وانا بتفرج عليك وانا بشوفك في الفترات المتقابل، بحس انك مرتاح، انك مبسوط، انك لاقي نفسك مع سيراميكا. اه طبعا، يعني زي ما حضرتك بتقول، يعني هاخد من كلام حضرتك، هي فعلا خطوه موفقه، اداره محترمه، نادي مستقر، نادي محترم جدا. الحاج محمد ابو العنين، سياده النائب محمد ابو العنين، ومستر طارق ابو العنين عاملين مشروع محترم جدا، عاملين مشروع مميز. فمن اول يوم وفي احترام من مستر طارق، موجود معانا على طول بشكل دائم، متابع لكل كبيره وصغيره، مقدر سعد الحمد لله الفتره فاتت بشكل كويس، ومستر معتز البطاوي طبعا مدير الكوره. والحمد لله يعني الموسم اللي فات الدور الاول بعدت شويه، كانت جات لي اصابه فبعدت شويه. الدور الثاني الحمد لله شاركت في معظم الدور الثاني، ده صحيح. ابتدينا الموسم ده الحمد لله، لعبت ماتش بيراميدز في السوبر، مباراه الاهلي شاركت في الشوط الثاني اللي فاتت، وحصل توقف. والفتره اللي جايه راجعين بقى الدوري ان شاء الله بشكل كويس. ونادي سيراميكا نادي مستقر، نادي عنده مشروع كويس. الموسم اللي فات كان موسم موفق جدا للنادي، ده صحيح، مع الكابتن ايمن الرمادي، مدرب كبير ومدرب له اسم وله شخصيه وله تاريخ كبير في الدوري الاماراتي. والحمد لله مع سيراميكا قدر يعمل تاريخ كبير برضو، فاز باتنين كاس رابطه مع النادي، وحط الفريق على طريق كويس الفتره اللي فاتت. فعندنا مجموعه لعيبه مميزه، فان شاء الله باذن الله تبقى السنه دي موسم موفق لسيراميكا ولاداره النادي وللكابتن ايمن، ونعمل حاجه محترمه السنه دي ان شاء الله باذن الله. انا عارف ان نهايه عقدك السنه دي مع سيراميكا كان عقدك سنتين، مش كان سنتين؟ اه ده الموسم الثاني. ده الموسم الثاني، لكن بتامل انك تستمر مع سيراميكا. وانا برضو عارف انه الجماعه في سيراميكا محتاجينك دايما، سواء لعيب او حتى غير لعيب. يعني شايف في الدنيا عامله ازاي المستقبل؟ بالتاكيد نفسك تكمل كلاعب كوره، تستمر، لانه لما بتنزل ما شاء الله بتادي بشكل جيد، لكن في نفس الوقت برضه بتفكر في مستقبلك. اه طبعا، يعني زي ما حضرتك بتقول نهايه عقدي، لكن اكيد ابقى مبسوط لو انا موجود مع سيراميكا اكيد. ادام انت مرتاح في مكانه مستقر، صحيح. انا حاطط لنفسي على الاقل يا كابتن العب موسم او موسمين كمان بالنسبه لي، لان الحمد لله بدنيا بادي بشكل كويس. انت كمان ما شاء الله منضبط جدا. يعني انا بشتغل مع مدرب محترم ايمن رمادي الحقيقه. طبعا طبعا، فبشتغل للكوره، والحمد لله عندي من الخبرات ان انا ادي بشكل كويس، سواء على الناحيه البدنيه او الناحيه الفنيه الموسمين الجايين. فاكيد حاجه تشرفني ان اكون موجود مع فريق محترم زي سيراميكا، او مع اداره محترمه زي الاداره دي. لكن بعد الكوره شغال في كذا حاجه، وشغال على نفسي، وفي تواصل مع المسؤولين، ويمكن كان الناس في النادي الاهلي يتكلموا معايا في كذا حاجه، فالحمد لله. يعني دي كانت حاجه فيها تقدير وفيها احترام من اداره النادي الاهلي، سواء كابتن الخطيب او اداره النادي. واشتغلت على الناحيه الاداريه بشكل كويس، ويمكن خدت دبلومه من الجامعه الامريكيه في الاداره. برافو عليك. من جامعه القاهره الاول، دي خدناها من السي اي اس. كابتن زكريا ناصف. اه كابتن زكريا ناصف وعمرو محب، السي اي اس خدناها دي دبلومه في الاداره. ودلوقتي الدكتور محمد سراج شغالين برده في دبلومه مع الجامعه الامريكيه. في الاداره، دي برعايه النادي الاهلي، وعاملين توأمه مع الجامعه الامريكيه في الاداره. بتدرس فيها اداره، بتدرس فيها اعلام، بتدرس فيها حاجات كتير تساعدك في مجال الكوره، لان دلوقتي الفكره في الكوره مش قايمه على الخبرات بس. او التجارب اللي انت مريت بيها وانت لعيب، مهم ان انت تتعلم وان انت تطور من نفسك. الكوره دلوقتي بقت شامله حاجات كتير، كرعايه وكتسويق وكماركتنج بس انت واضح ان انت واخد سكه الاداره، يعني بعد الاعتزال ان شاء الله تلعب لك سنتين ثلاثه كمان، رايح في سكه الاداره. يعني هو يمكن النادي، المسؤولين في النادي كانوا اتكلموا معايا في حته الاداره وحته الناحيه الاعلاميه، تبقى انت موجود في النادي سيراميكا، في النادي الاهلي. في النادي الاهلي. وانا بخرج حتى لحد دلوقتي اتكلموا معاك. يعني في تواصل، الناس بتحاول ان هي تساعدك في اي حاجه جديده، في اي حاجه تحاول ان هي تطور منك، وتحاول انت تكسب منها، تتعلم وتكسب خبرات. يعني ان شاء الله باذن الله زي ما بقول لحضرتك، الواحد يكمل بشكل كويس، وايا كان بقى المجال اللي هو يشتغل فيه، او ايا كان المكان اللي يشتغل فيه، اهم حاجه يقدم فيه حاجه بشكل مختلف. بس هو الاهم انك تكمل كلاعب كره شويه كمان. طبعا طبعا، ده الاساس بالنسبه لك. طبعا النهارده في لعيبه كتير بتلعب يا كابتن شوبير. بيأدوا بشكل كويس. انت شايف عبد الله 40 سنه، وفي لعيبه كتير ما شاء الله بتأدي بشكل كويس. بالعكس، انت كل ما بتكبر، طول ما انت محافظ على نفسك، تقدر تأدي في الملعب بشكل كويس. يعني ده عندنا عدد كبير من اللعيبه الحقيقه تخطوا السن، ودايما بترجع لالتزام اللعيب. طبعا الشناوي ما شاء الله في الاهلي 36 سنه دلوقتي، وما شاء الله بيأدي بشكل كويس. وكل اللعيبه اللي بتأدي
يعني فوق السن ادام محافظ على نفسه يقدر يأدي بشكل كويس يعني.